سؤال هذا الأسبوع من تشانغ في بروكسل، ويقول فيه: 40 عاماً مرت على العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، الطرفان يقولان إنهما يريدان تعميق الروابط اليوم، ما مدى قوة العلاقة بينهما؟ الصين والاتحاد الأوروبي كل واحد منهما شريك تجاري مهم للآخر. 20% من الصادرات الصينية تذهب إلى أوروبا، و10% من صادرات الاتحاد الأوروبي تذهب إلى الصين. من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بتطوير الاستثمارات بسرعة من كلا الجانبين. الاستثمارات الصينية في أوروبا نمت بسرعة، لا سيما في السنوات التي تلت الأزمة المالية، وانخفضت قيمة اليورو مقابل اليوان بنسبة 25% العام الماضي. العلاقة ليست سهلة، هناك العديد من الصعوبات. بالنسبة للجانب الأوروبي، هناك مشكلة الوصول إلى السوق الصينية المسيطر عليها كثيرا، والإحساس بعدم معاملة المستثمرين الأوروبيين في الصين بطريقة عادلة. إنهم يخضعون لضوابط أكثر من المنافسين الصينيين. الموضوع المقلق على الجانب الأوروبي هو أن المصدرين الصينيين يستفيدون أحيانا من إعانات أو يحصلون على ائتمان رخيص. بالنسبة للصين، هناك شعور دائم بأن وضعهم كقوة اقتصادية كبرى لم يتم الاعتراف به بشكل كامل من قبل الاتحاد الأوروبي. ولديهم أيضا بعض الشواغل الطفيفة حول الحصول على المزيد من التأشيرات للعمال هنا والحصول على شروط أسهل للاستثمار. اطرحوا سؤالكم على موقعنا وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.